بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حروف. نرحب بأعضاء الفريقين الأخضر تركي الدلقان فهد العيسى الأحمر خالد العصيمي وثامر الخلف. كانت النتيجة في الحلقة الماضية تعادل الفريقين بجولتين لكل منهما، وندخل الآن إلى الجولة الخامسة في هذه المباراة من خلال حرف السين. جزء من محور النبات يتجه إلى أعلى. نعم، ساق. ساق صحيح. يتجه إلى أعلى نحو الضوء ويحمل معظم أجزاء الشجرة. اختيارك. حرف الدال. حرف الدال. مكان كانت قريش تجتمع فيه للتشاور والتداول. دار الندوة. دار الندوة صحيح. اختيارك. رقم 9. رقم 9. حرف الزاي. السورة 39 من القرآن الكريم، عدد آياتها 75 آية. سورة الزمر. الزمر صحيح. اختيارك. رقم 1. رقم 1. أول بث تلفزيوني حرف اللام في سنة 1926 على يد جون لويجي كان في مدينة عاصمة بريطانية. لندن. لندن إجابة صحيحة. اختيارك. رقم 5. رقم 5. حرف الكاف. رياضة. بطولة عالمية في كرة القدم تجري كل 4 سنوات وقيمة أولها. نعم. كأس العالم. كأس العالم لكرة قدم. القدم صحيح. تارك. حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم. عاصمة جمهورية إندونيسيا. نعم. جاكرتا. جاكرتا صحيح. الجولة مهمة يا أخضر، انتبهوا معانا، خليكم. يلا أخ أحمر اختار. حرف الميم. حرف الميم. هذا الميم سؤال ذهبي وعليه جائزة ذهبية. قرية وسهل ببلاد الإغريق القديمة قرب أثينا أصبحت اسما لسباقات طويلة في الجري لا تزال. نعم. الماراثون. الماراثون صحيح. مبروك الذهب أولا، وماذا تختار ثانيا؟ رقم 7. رقم 7. رقم 7 حرف الطاء. هي إحدى وكالات الأمم المتحدة، أنشئت عام 1957 لتعزيز استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وتسمى وكالة الطاقة الذرية. الطاقة الذرية صحيح. اختيارك. حرف الشين. إجباري اقترح حرف الشين، لأنه إذا أكملت الخط ستفوز بالجولة وبالتالي تفوز بالمباراة. حرف الشين. يقال لمن طال عمره أكل عليه الدهر و شاب. شاب خطأ. أو شاخ. سوري. الأحمر. يقال لمن طال عمره أكل عليه الدهر و شاخ. خلاص. وشرب. وشرب. أكل عليه الدهر وشرب. راحت الفرصة. شين جديد. طلب المعاونة والتوجه إلى الله عز وجل ليتجاوز عن ذنوب المؤمنين، وهي مقصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. شفاعة. شفاعة صحيح. فاز الفريق الأحمر بهذه الجولة وبالتالي فقد فاز في المباراة. تهانينا للفريق الأحمر. أما الفريق الأخضر تركي الدلقان وفهد العيسى فما زالوا معنا من قبل وسيستمروا معنا فيما بعد إن شاء الله في التصفيات.
نذكرهم بأنه فاز كل واحد منهم بمبلغ 760 ريالا. شكرا لكم ونلتقي إن شاء الله في التصفيات. شكرا. أما الآن أيها الإخوة فنصل معا إلى فقرة دائرة الضوء. من الفريق الأحمر الأخ ثامر الحقلف إلى دائرة الضوء فليتفضل. وصلت الآن يا أخ ثامر إلى دائرة الضوء. مطلوب منك أن تقطع لوحة الإلكترونية من اليمين إلى اليسار أو العكس. إذا استطعت إكمال الخط خلال 60 ثانية تفوز بسبيكتين ذهبيتين. إذا كنت جاهزا اختر الحرف الذي تريد أن تبدأ به ويبدأ على بركة الله. حرف الألف. حرف الألف. كم عدد ركعات السنن الرواتب في اليوم والليلة؟ 12 ركعة. صحيح. حرف الجيم. هو مصطلح يستخدم للإشارة للفئتين المميزتين ذكورا وإناثا. جنس. جنس. صحيح. حرف الحاء. مقاومة الجسم للعدوى بالأمراض البكتيرية عن طريق البكتيريا. حصانة. حصانة أو مناعة. صحيح. حرف الباء. حرف الباء هو السائل الذي يكون أغلب الدم. بلازما. بلازما. صحيح. حرف الدال. حرف الدال اسم الجهاز الذي يستخدم لتعيين اتجاه الرياح. دوارة الرياح. دوارة الرياح. صحيح. مبروك للأخ ثامر، فزت بسبيكتين ذهبيتين وكانت إجاباتك كلها صحيحة. تفضل بالعودة إلى مكانك ونتعرف الآن أيها الإخوة إلى فريق أخضر جديد. أهلا ومرحبا بكم في الفريق الأخضر الجديد، ماجد الجعيد وأحمد النوصري. نجدد التحية للأخوين خالد العصيمي وثامر الخلف في الفريق الأحمر. مباراة جديدة من 5 جولات والفائز بثلاث جولات يفوز بالمباراة. نبدأ الجولة الأولى من هذه المباراة من خلال حرف الألف. سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة ما قسم لهم. سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة ما قسم لهم. أزلام. جديد. أول من استعمل المازوت في السيارات سنة 1887 عالم يدعى ديلمر، من أي بلد هذا العالم أو العالم؟ أمريكا. خطأ. الفريق الأخضر. إنجلترا. من أي بلد هذا العالم؟ هو من ألمانيا. ألف جديد. مرض معد حاد في المسالك التنفسية ويصيب جزء من الحلق أو الرئتين. التهاب رئوي. خطأ. مرض معد حاد في المسالك التنفسية ويصيب جزء من الحلق أو الرئتين. إنفلونزا. إنفلونزا. صحيح. حرف السين. حرف السين. ممثل دولته لدى حكومة دولة أخرى. سفير. سفير. صحيح. جارك. حرف الخاء. حرف الخاء الأخضر. خدوا بالكم سخنوا شوية. كم عدد الرسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم؟ كم عدد الرسل؟ نعم. 25. 25 رسولا. صحيح. جارك. رقم 8. حرف الكاف. نوعان من مركبات الدم أحدهما تقوم بوظيفة العمال والأخرى تقوم بوظيفة الجنود. نعم. كريات دم بيضاء. كريات هي الدم. كريات الدم بشكل عام. صحيح. صحيح. كريات الدم. حرف يعني شوف وصف جيد يعني. نوعان من مركبات الدم أحدهما تقوم بوظيفة العمال والأخرى تقوم بوظيفة الجنود. الحمراء عمال لأنها تنقل الأكسجين والغذاء لجميع خلايا الجسم، أما البيضاء فهي جنود لأنها تتولى الدفاع عن الجسم. اختيارك. حرف الفاء. حرف الفاء. مصطلح لغوي يطلق على ما أسند إليه فعل ويكون مرفوعا دائما.
نعم فاعل. فاعل صحيح. أيوة يا أخضر. أيوة رقم رقم واحد. رقم واحد حرف الياء يسقط من مكان شديد الارتفاع بقوة وعنف. نعم يهفو. خطأ. يرتطم. ها يرتطم. خطأ. يهوي. رقم واحد جديد. حرف الهاء تعبير أطلقه أحد المؤرخين على المنطقة الخصبة الممتدة على شكل هلال من جنوب العراق إلى شماله. الهلال الخصيب. الهلال الخصيب صحيح. اختيارك يا أحمر. حرف الباء هي أحياء وحيدة الخلية صغيرة جدا يتراوح قطرها 1/1000 ملليمتر. نعم بكتيريا. بكتيريا صحيح. اختيارك. رقم سبعة. رقم سبعة إذا جبت إجابة صحيحة تصبح النتيجة 1-0 لصالحكم. حرف الغين هو الليل وإذا اشتد ظلامه. غسق. غسق صحيح. واحد صفر لصالح الفريق الأحمر. ننتقل إلى الجولة الثانية من هذه المباراة من خلال حرف الفاء. الشاب بين طوري المراهقة والرجولة ماذا يطلق عليه؟ فتي. فتي. فتى. نعم صحيح. اختيارك. حرف النون. حرف النون في اللغة والأدب كتاب يحتوي على مختارات كتبه مصطفى لطفي المنفلوطي يقع في 3 أجزاء. نعم. النظرات والعبرات. النظرات والعبرات صحيح. اختيارك. حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء في اللغة هي الأرض السهلة والرملة اللينة أو الزبدة الناعمة وقد شاعت تسمية الإناث به منذ القدم. نعم. بثينة. بثينة صحيح. اختيارك. رقم سبعة. رقم سبعة هذا حرف ذهبي والإجابة سبيكة ذهبية. حرف الواو وكالة الأنباء السعودية والتي تأسست عام 1390. نعم واس. واس صحيح. مبروك الذهب. فعلا واس هو الاسم المختصر لوكالة الأنباء السعودية. اختيارك. حرف الميم. حرف الميم فن من فنون التأليف الأدبي يكتب نثرا يعبر كاتبه فيه عن أفكاره ومشاعره فما هو هذا الفن؟ فن من فنون التأليف الأدبي يكتب نثرا يعبر كاتبه فيه. نعم مفكرات. خطأ. أخضر. مقال. ميم جديد. كبرى مدن إيطاليا بعد العاصمة روما. نعم ميلانو. ميلانو صحيح. اختيار الأحمر. رقم تسعة. رقم تسعة حرف الواو قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء صحيح. ماذا تختار؟ حرف الشين. ضروري تختار حرف الشين لأنك إذا جبت عن هذا تكمل الخط وتفوز بالجولة وتصبح نتيجة 2-0. يا أخضر انتبهوا خليكم معنا. حرم الله تعالى الظلمة وقال في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شديد صحيح. أكمل الفريق الأحمر الخط وفاز بهذه الجولة وأصبحت النتيجة 2-0 لصالح الفريق الأحمر. نبدأ الآن مع الجولة الثالثة من خلال حرف الصاد. في اللغة والأدب
علم يبحث في القواعد التي تعرف بها بنية الكلمة العربية وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال. نعم. صرف. صرف صحيح. اختيار الأحمر. حرف الميم. حرف الميم تقدير احتمالي لمصروفات وإيرادات الدولة أو مؤسسة. ميزانية. ميزانية صحيح. اختياركم يا أخضر. رقم ستة. رقم ستة. شاعر سعودي بحرف الطاء ولد في مكة المكرمة. نعم. طاهر زمخشري. طاهر زمخشري صحيح. اختياركم. حرف الخاء. حرف الخاء. حرف الخاء هذا قد هدأ بعد ثوران وتطلق غالبا على البراكين والنار. خمد. خمد صحيح. رقم اثنين. رقم اثنين حرف الغين هيئة عامة تضم رجال صناعة وتجارة في مدينة ما أو بلد ما. غرفة تجارية. أو غرفة صناعة وتجارة صحيح. يلا يا أخضر يلا قربت. ها. حرف الجيم. حرف الجيم إذا أجبتم إجابة صحيحة تصبح نتيجة 2-1. منطقة في سيناء نزل الوحي فيها على موسى عليه السلام. منطقة في سيناء نزل الوحي فيها على موسى عليه السلام. جبل نعم. طور. ها؟ جبل طور. الطور صحيح. جبل الطور. جبل الطور. كسب الفريق الأخضر هذه الجولة وبهذا أصبحت النتيجة 2-1 لصالح الفريق الأحمر. ننتقل إلى الجولة الرابعة وندخل إليها من خلال حرف الراء. مصطلح يطلق على الأمراض التي تصيب المفاصل والعظام. نعم. روماتيزم. روماتيزم صحيح. يا رب. حرف الألف. حرف الألف إحدى دول أمريكا الجنوبية فاز فريقها بأول بطولة. نعم. أوروغواي. أوروغواي صحيح. فاز فريقها بأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 1930 ثم ببطولة عام 1950. اختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء. حرف الخاء يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم خالدين. هم فيها خالدين. هم فيها خالدين. خطأ. خطأ. الأحمر. فيها خالدون. هم فيها خالدون صح. إجابتك صحيحة. نعم. هي الكلمة الكريمة صحيح ولكن موقعها في القرآن وفي الآية وفي السورة خالدون وليس خالدين. أولئك هم فيها خالدون. نعم. الأحمر اختارك. حرف الدال. حرف الدال. حرف الدال. من الأمثال اسأل عن الجار قبل الدار. الدار صحيح. نعم. الجار الأحمر. حرف القاف. حرف القاف. حرف القاف أداة تستخدم لتشكيل المعادن والمواد وفق أشكال مناسبة استخدمت لصناعة العملات المعدنية. نعم. قوالب. مضبوط قوالب. الفريق الأحمر متطور ومتقدم. يلا يا أخضر انتبهوا. حرف الصاد. ها؟ حرف الصاد. حرف الصاد مرض جلدي تتكون فيه قشور فضية اللون تكثر على الركبة والكوع. صدفية. صدفية صحيح. الشين أو الهاء. جيم. شين أو جيم. 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 إذا أكملت الخط فزت تفوز بهذه الجولة وبالتالي تفوز في المباراة كلها. في تلك القرية وجد الباحثون بعض الآثار التي تدل على أن تاريخ عنيزة قد يمتد إلى عهد الطسم وجديس. فما اسم تلك القرية؟ نعم. جبيلة. لا. الأحمر. وردت في قصيدة شعرية جاهلية. جوا
هاي عيون الجواب. جيم جديد. قطع عليكم الاخضر. لا ما قطع الاخضر صحيح، ولم يقطع شيء كما نحن. جيم جديد. نبات طولي اوراقه قصيره مركبه ومضاعفه وجذره طويل برتقالي اللون. نعم جزر. جزر صحيح، والان قطع الخط الاخضر. نعم حرف. يعني كنت متوقع أن يعني يحصل هذا وحصل. رقم سبعة. سم رقم سبعة. رقم سبعة على حرف الألف. هي من أقدم الصحف السعودية وهي مرجع رئيسي. نعم أم القرى. أم القرى صحيح. رأيكم ندعوكم الآن لمشاهدة هذه اللقطات عن الصحافة وتطورها في المملكة العربية السعودية. فالصحافة هي أبرز وسائل الإعلام وأقدمها، قد سبقت الإذاعة والتلفزيون والوكالات، وكان لها دور مؤثر في مجريات الأحداث وتوجيه الرأي العام عبر كافة الفنون والمواد الصحفية. وباتت لكل قارئ جريدته المفضلة التي يحرص على اقتنائها كل يوم، وقد ترافقه جريدته هذه طوال حياته. فالصحافة جزء لا يتجزأ من حياة معظم الناس، ولها من وقتهم نصيب ملحوظ. وتعتبر جريدة أم القرى من أقدم الصحف السعودية ومرجعا رئيسيا لتاريخ المملكة منذ أن صدرت في عهد الملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله، لتكون الجريدة الرسمية للدولة ومرجعا للمراسيم والقرارات والأنظمة الصادرة، إلى جانب تسجيل الوقائع والأحداث، مما لا يستغني عنه أي باحث يريد دراسة أي جانب من تطور المملكة ونهضتها وتاريخها. شكرا، ونعود مرة أخرى إلى المسابقة وإلى الكلمات والحروف، والفرصة ما زالت مع الفريق الأحمر. اختيارك. حرف الشين. حرف الشين. إذا أجبت عن هذه تفوز بالمباراة. رياضة ذهنية اخترعها الهنود ونقلها العرب إلى الأندلس، أقيم في دبي عام 86 أولمبياد خاص بها. شطرنج. شطرنج صحيح صحيح. مبروك للفريق الأحمر الفائز بهذه المباراة. وأما بالنسبة للفريق الأخضر الأخ ماجد الجعيد وأحمد النويسري، فشكرا لكل منهما على الجهد المبذول، ولكل منهما رصيد مبلغ 110 ريالات. نلتقي بكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، نرجو لكم دوام التوفيق. شكرا. أما الآن مشاهدين الأعزاء، فإلى فقرة دائرة الضوء. من الفريق الأحمر الأخ خالد العصيمي إلى دائرة الضوء، فليتفضل. أنت الآن يا أخ خالد في دائرة الضوء، مطلوب منك أن تقطع اللوحة الإلكترونية من اليمين إلى اليسار أو العكس. إذا استطعت إكمال الخط خلال 60 ثانية تفوز بسبيكتين ذهبيتين. إذا كنت جاهزاً اختر الحرف الذي تريد أن تبدأ به. على بركة الله. حرف السين. حرف السين. ما يزدل على جانب النافذة أو الخدر أو ما يرخى من السقف على شكل مظلة. ها؟ ستارة. ستارة صحيح. حرف الياء. حرف الياء. القليل الهين. يسير. يسير نعم. حرف العين. قائد مسلم بطل فتوح خراسان. غيره. حرف الواو. حرف الواو. هي ما يتركه الشخص كأمانة عند الغير مع الالتزام برديعة عند الطلب. وديعة. وديعة صحيح. حرف الشين. حرف الشين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شانه صحيح. حرف النون. حرف النون. حرف النون. رشع الإفرازات المائية الزائدة عن حاجة الأنسجة النباتية، ماذا نسميه؟ نتح. نتح صحيح.
مبروك للأخ خالد، فقد فزت بسبيكتين ذهبيتين وكانت إجاباتك صحيحة ما عدا سؤالا واحدا، هو القائد المسلم عبد الله بن عامر. شكرا، ونراك مع زميلك في التصفيات إن شاء الله. أما الآن أعزائي المشاهدين، فقد حان دور التصفيات للجزء الثاني من البرنامج، حيث سيحصل الفريق الفائز الأول على 10,000 ريال والثاني على 5,000 ريال. إذن الآن هيا بنا إلى التصفيات. ومعنا الآن أعضاء الفريقين الأخضر تركي الدلقان وفهد العيسى. الأحمر خالد سليمان وعبد اللبودي. مرحبا بالجميع، نتمنى لكم الحظ السعيد. هذه المباراة الأولى في تصفيات الجزء الثاني، 3 جولات هذه المباراة. نبدأ الجولة الأولى من خلال حرف الراء. حرف الراء هو أحد مساجد المدينة المنورة، يقع على جبل صغير بعد ثنية الوداع بباب الشامي. ما اسم هذا المسجد؟ مسجد الراية. هو ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه، ماذا يطلق عليه؟ حرف الراء. ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه. نعم. مكان. خطأ خطأ خطأ. الأخضر تعرف؟ الأخضر رشا راء جديد. وحدة النقود الروسية. نعم. الروبل. الروبل صحيح. اختياركم يا فريق الأحمر. حرف السين. حرف السين في اللغة هو الرجل الخالي من السلاح والعصا. نعم. يا عبد الله. الأخضر في اللغة هو الرجل الخالي من السلاح والعصا، وتقال لمن يذهب ويجيء في غير شيء. سالم أو سلام، رجل سالم. نعم. سبهلل مين في السين. سين جديد. خيمة كبيرة أو مكان واسع تمارس فيه الألعاب البهلوانية. نعم. ساحة. خطأ. الأحمر انتبه. تمارس فيه الألعاب البهلوانية وحركات الحيوانات المدربة ويقبل عليه الأطفال والكبار. سيرك. سيرك صحيح. دارك يا أحمد. حرف الباء. حرف الباء اللفظة العربية فارسية الأصل، معناها حظ الإنسان وسعادته. نعم. بخت. بخت صحيح. جارك. حرف الصاد. حرف الصاد أول حديقة حيوانات في العالم كانت في القرن 12 قبل الميلاد، وكانت تسمى حديقة الذكاء. في أي البلاد هذه الحديقة؟ الصين. الصين صحيح. الفريق الأخضر انتبهوا يا شباب، لأن الفريق الأحمر منطلق بسرعة فائقة. رمز حرف الصاد. حرف ماذا تريد؟ حرف الجيم. حرف الجيم هو الذي يقطع لكم الخط، يكون لكم خط. حرف الجيم علم يصف سطح الأرض. جيولوجيا. خطأ. الأخضر علم يصف سطح الأرض ويدرس توزيع الحياة النباتية والحيوانية والبشرية وأثار النشاط الإنساني في مختلف بقاع الأرض. جغرافيا. جغرافيا صحيح. الجيولوجيا في باطن الأرض. نعم. حرف الألف. حرف الألف مدينة بلجيكية شهدت وقائع الدورة الأولمبية 7 عام 1920. حرف الألف أنتورب. ألف جديد. اسم لأكثر من ناد في أكثر من بلد عربي وأغلبها له شعبية جارفة. الأهلي. الأهلي صحيح. اختياركم يا أحمر. حرف العين. حرف العين حرف العين إذا أجبت إجابة صحيحة تفوز بالجولة الأولى. هي فن إقامة علاقات التفاهم المتبادل. نعم. العلاقات الدبلوماسية. خطأ خطأ. الأخضر هو فن إقامة علاقات التفاهم المتبادل بين المؤسسات والجمهور، وذلك بالاتصال الشخصي أو بوسائل الإعلام المطبوعة. ما نطلق على هذا الفن؟
ها علاقات عامة كان المفروض طبعا تقعد علاقات دبلوماسية لو سمعتوا التكملة. عين جديد، انتصر المسلمون على التتار في موقعة عام. نعم عين جالوت. عين جالوت صحيح. رقم خمسة جديد، حرف الثاء هي قوة جذب الأرض للأجسام. الثقل. ثقل صحيح. طيارك أحمر. الرقم اثنين. رقم اثنين حرف الطاء، شعب مسلم من البربر يسكن الصحراء جنوب المغرب العربي والرجال ملثمون لأنهم يجوبون الصحارى، اسمهم ماذا؟ حرف الطاء. طبارسة. راح الوقت، راح الوقت. ايه طبارسة. خطأ، طوارق. ما زلنا على رقم اثنين، حرف الياء، من أسماء النار الهاوية وسقر ولظى، ولكن على ماذا تطلق الأسماء التالية؟ القارعة والحاقة والطامة. نعم يوم القيامة. يوم القيامة صحيح. اختيارك. حرف الدال. حرف الدال، حرف الدال هو الذي يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الداعية. الداعية صحيح. اختيارك. حرف الحاء. حرف الحاء، منذ أوائل الخمسينات من هذا القرن برزت الأهمية الاستراتيجية لهذا المرفأ المعروف منذ صدر الإسلام، ويقع إلى الجنوب من العقبة الأردنية بحوالي 27 كيلومترا، فما اسم هذا المرفأ الذي برزت أهميته خاصة خلال حرب عام 1967؟ ها. نعم حطين. الأحمر عندك إجابة. حقل. حقل. حقل حاء جديد، حرف الحاء، قلده في القول أو الفعل. عبد الله. قلده في القول أو الفعل. حاكاه. حاكاه صحيح. مع الجرس بالوقت نفسه. نعم اختيارك. رقم واحد. رقم واحد لماذا؟ ما في شيء. ها حرف الواو، الشخص الذي يتدخل بين طرفين. نعم وسيط. وسيط صحيح. حرف الفاء. حرف الفاء، من أكبر جزر المملكة والبحر الأحمر. نعم عبد الله. لا لا لسه الوقت ما زال مع عبد الله. فرسان. خلاص انتهى. ايه الأخضر. فرسان. فرسان صحيح. صحيح. من أكبر جزر المملكة والبحر الأحمر، تتمتع بشواطئ رائعة تمتاز برمالها البيضاء ومياهها الملونات الجذابة. اختيارك. حرف التاء. حرف التاء جديد. ها يكمل الخط الأخضر إذا أجاب. نسبة إلى تهامة ومن يسكنها. تهاميون. تهاميون صحيح. اختيارك أحمر. حرف الخاء. حرف الخاء، في اللغة كلمة تعني القطعة التي تقتطع من الشيء. نعم عبد الله. راح الأخضر. خرقة. نعم خرقة. خرقة خطأ. خزاعة. خزعة. خزعة قا جديد. يبدو أن الرياض كانت مشهورة منذ القدم الخضرة، لذلك أطلق عليها من قبل الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب هذا الاسم، فهل تعرفوه؟ خير الأرض. ها خير الأرض. لا الأحمر تعرف. تعرف شيء. خضراء. خضراء وحجر صحيح. إجابة صحيحة. اختيارك. حرف الشين. حرف الشين، إذا أجبت إجابة صحيحة تصبح النتيجة 1-0. من أجمل مساقط المياه في العالم تقع جنوبي. نعم شلالات نياجرا. شلالات نياجرا صحيح.
مبروك الفريق الأحمر وأصبحت النتيجة 1-0. نبدأ الجولة الثانية من خلال حرف الدال. اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي على يد لي هارفي أوزوالد سنة 1963 في مدينة دنفر. خطأ. الأحمر الأحمر. دالاس. في مدينة دالاس. دالاس صحيح. اختيارك. الرقم واحد. رقم واحد. حرف الطاء. السير حول الكعبة المشرفة. الطواف. الطواف صحيح. اختيارك. حرف التاء. حرف التاء. مملكة آسيوية تقع بين بورما. نعم. وقفت على طول. يلا جابتك عبد الله. تال وقت بالنسبة لك. الأخضر. مملكة آسيوية تقع بين بورما والهند الصينية، عاصمتها بانكوك، كانت قديما تسمى سيام. تايلاند. تايلاند صحيح. هي المشكلة التصارع بين الوقت والإجابة والزمن. رقم أربعة. ها؟ رقم أربعة. حرف الياء. حشرة ليلية مضمومة الأجنحة تضيء في الظلام. يرقة أو يرقان؟ لا. عدسة. أحمر. حشرة ليلية مضمومة الأجنحة تضيء في الظلام. اليعسوب. خطأ. يراعة. رقم أربعة جديد. حرف الزاي. فن أو علم فلاحة الأرض وإلقاء البذور فيها. نعم. الزراعة. الزراعة صحيح. فريق الأخضر انتبه وترى النتيجة 1-0. حرف الخاء. والمباراة من 3 جولات فقط. حرف الخاء. حرف الخاء. حفرات مستطيلة بعمق 80. نعم. خندق. خندق صحيح. نادق صحيح. اختيارك. حرف الميم. الميم. في عام 1935 ميلادية تم تأسيس وكالة الدفاع في المملكة ومقرها الطائف. نعم. منصور بن عبد العزيز. منصور بن عبد العزيز صحيح. وفي عام 1946 ميلادية تم إنشاء وزارة الدفاع التي تولاها هذا الأمير الذي توفاه الله تعالى عام 1950، هو الأمير منصور بن عبد العزيز رحمه الله. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. حرف الياء. ملك ساساني هزمه العرب في معركتي القدسية. يزدجر. يزدجر صحيح. والمعركة الأخرى معركة نهاوند. صحيح. حرف الراء. حرف الراء باللغة والأدب وعليه سبيكة ذهبية بمعنى نوم. رقاد. رقاد صحيح. أولاً مبروك عليك السبيكة الذهبية. ثانياً ماذا تختار؟ حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم. الروح القدس الأمين الذي نزل بالوحي. نعم. جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام صحيح. جارك. الجرس ما بتجاوب معاكم يا شباب انتم الأخضر. يلا. الرقم ستة. رقم ستة ماذا يعني هذا؟ تفوز في الجولة وبالتالي يفوز بالمباراة الفريق الأحمر. انتبهوا يا أخضر. روح تصفيات نهائية على هذا. حرف الهاء في الطب. عملية آلية وكيميائية بالمعدة تحول المواد الغذائية لأشكال بسيطة. نعم. هضم. هضم صحيح. قطع الخط في الوقت المناسب فهد. يلا. حرف العين. حرف العين. هي مجموعة الممارسات الاجتماعية التي يشترك. نعم. علاقات اجتماعية. خطأ. الأخضر. هي مجموعة الممارسات الاجتماعية التي يشترك فيها أفراد الجماعة وتصبح تقليدا بينهم. عادات. خطأ. هو العرف. عين جديد. أحد دهاة العرب فاتح مصر. نعم. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صحيح.
الأخضر بدأ يتوهج. نعم. رقم خمسة. رقم خمسة، وإذا جبتم إجابة صحيحة تتعادلوا مع الفريق الأحمر. حرف الطاء، كلمة تأتي أحيانا بمعنى المرتبة. طبقة. طبقة صحيح. كما عملتم عملوا، قطع عليكم الخط. حرف الحاء. حرف الحاء، هذه الفرصة مهيئة للفريقين، الذي يجاوب يفوز بالجولة أو الأحمر يفوز بالمباراة، والأخضر إذا أجبت تصبح نتيجة تعادل للفريقين والاختيار على حرف الحاء. في اللغة والأدب هو الماهر في صنعته. حريف. خطأ. أفضل أتكمل. هو الماهر في صنعته، هو الحاذق. الحاذق. حاء جديد. انتبهوا يا أخوان، الموقف حاسم. في الجغرافيا، الاسم الذي يطلق على المقذوفات البركانية. حمم. حمم صحيح. صحيح. مبروك للفريق الأحمر، فقد فاز في هذه المباراة. نلتقي معه إن شاء الله في التصفيات النهائية. أما الفريق الأخضر فشكرا للأخ تركي الدلقان وفهد العيسى، كان تجاوبهما معنا جيدا خلال اللقاءات الماضية، حصل كل منهما على مبلغ 850 ريال بالإضافة إلى السبائك الذهبية. شكرا لكما، ونلتقي على خير إن شاء الله. أيها الإخوة، مع المباراة الثانية من هذه التصفيات نلتقي بكم.